السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم خالد الوزان، دوس مساعد في كلية علوم جامعة اسكندرية. في المحاضرة ديت إن شاء الله، في الفيديو ده في سبيسيفيك، احنا هنقدم introduction on artificial neural networks, decision trees and clustering. Let's get started. دي مين الأوتلاينز اللي هنغطيها مع بعض. ف artificial neural networks هنغطي introduction، هنشوف البيزك موديل اللي هو سنجل ارتفيشال نيورون، هنشوف المالتي لايرد ارتفيشال نيورون بتبقى عامله ازاي، ونعرف ايه هي البيزك رولز اللي بيها نقدر نبني النيورال نتورك. في الديسيجن تريز هنغطي انترودكشن، هنتعلم ازاي نقدر نبني ديسيجن تري بيزد اون نون كاتيجوريز اند ديسيجنز. هنعمل هنشوف مع بعض بيزك كلاستر اناليسيس ديفينيشن اند بيزك الجوريزمز. في الاخر خالص هنشوف ازاي اقدر اعمل ميجرمنت للكلاسيفاير اللي انا شغال عليه باستخدام الكونفيوجن ماتريكس، ونعرف التايبس اوف ايرورز. الروت بتاع نيورال نتوركس هو علم متأصل بقاله اكتر من سنتين يا عم الحاج. الاصول بتاعت النيورال نتوركس يمكن بدأ من قرون فاتت، من بدايتها كانت في النيوروبيولوجيكال ستاديز، لما كانوا بيدرسوا ازاي الاعصاب بتتفاعل مع بعض وازاي الالكتريك كارنت بيمشي فيها. كان في سايكولوجيكال ستاديز كانت بتدرس ازاي الحيوانات بتتعلم، ازاي بتنسى، ازاي بتفتكر الانواع والمهام اللي هي المفروض تأديها، بالاضافه طبعا للغريزه من اجل البقاء. كان في سايكو فيزيكال اكسبيرمنتس، وكان في الاخر خالص ماكالك اند بيتش، هدول اول ناس قدمت ماثيماتيكال موديل بيمثل السنجل نيورون ديت بتتفاعل ازاي وتبقى شغاله ازاي وازاي تقدر تطلع تعمل برودكشن للاوتبوت معين. كل ده طبعا ماثيماتيكلي. وبعد اما لقينا ماثيماتيكال موديل ليها، بدانا نعمل ادابتيشن ماثيماتيكال موديل ده في فيريس تاسكس اند ابلكيشن، فور اكزامبل كلاسيفيكيشن، وان اوف ويتش از ايمج ريكوجنيشن. لما يكون عندي اوبجكتس في الصوره انا احب اعمل ريكوجنيشن لسيرتن اوبجكتس دول، يكون عندي فيس اقول اه ده الفيس بتاع محمد، او الفيس بتاع بهاء، او الفيس بتاع خالد. سبيتش ريكوجنيشن، ان الكمبيوتر بتاعي او الكمبيوتيشنال ديفايس بتاعي يقدر يسمع سبيتش ويقدر يعمل ريكوجنيشن للسبيتش ده، يعرف السنتنسز ايه اللي هو بيتقال بالظبط. دايجنوستكس، يمكن دي واحده من اشهر الابلكيشنز لارتفيشال نيورال نتورك، واللي فيها بنستخدمها علشان نعمل دايجنوسز للالنس. وأخيرا fraud and spam detection، ممكن نعمل training لـ artificial neural network وبيها نقدر نخلي الـ neural network ديت تعمل detection لـ fraud أو spams. regression، ممكن نعمل forecasting و prediction بناء على prior knowledge عن الـ problem ديت. دي الـ problem ديت كان ليها نوميريك بيهيفير معين، كان في شويه فاليوز لغايه الوقت الحالي، فانا باستخدام الفاليوز اللي فاتت اللي هي الباست داتا اقدر اعمل فوركاستنج او بريدكشن للفيوتشر داتا. باترن اسوسيشن، اقدر اعمل ريتريفنج لكوربتد ايمج، اسف اقدر اعمل ريتريفنج لايمج من كوربتد من اتس كوربتد فيرجن. انا عندي الصوره اصلا كوربتد، انا حابب اطلع الصوره في اصلها قبل الكوربشن ده كانت عامله ازاي. باترن اسوسيشن اند فاينالي كلاسترنج. والدراسات على مدار السنين اللي فاتت ديت اثبتت بعض الحقائق المهمه، كان اتنين من اهمهم هي ان السينابسس، وديت حاجه بتربط ما بين النيورون والتانيه، فالسينابسس ديت السايز بتاعها بيتغير والقوه بتاعتها بتزيد مع الاكسبيرينس. كل ما النيورونز دي تتعرض كل ما الانسان يتعرض لاكسبيرينس معينه، النيورونز الاسوسييتد وذ ذات كايند اوف اكسبيرينس السينابسز ما بينها وما بين بعض
قوتها بتزيد، بيزيد قوة الترابط ما بين النيورونز ديت وبعضيها. ففي حاجة اسمها هيبيان ليرنينج. اما يبقى عندنا تو كونكتد نيورونز والاتنين بيعملوا فايرنج ات ذا سيم تايم، بيعملوا فايرنج الكتريك تشارجز ات ذا سيم تايم، السترينث بتاعت السينابسز اللي ما بينهم بتزيد. كان الحاجة زي ديت احنا شفناها كتير في الدراسات لسه ريسنت، بيقول لك لو انت بتذاكر، فلو انت بتذاكر يا ريت تربط المذاكرة بتاعتك بحاسة تانية. فلو فور اكزامبل مثلا اما تيجي تذاكر تحط ريحة معينة. فاللي بيحصل هنا ايه، اللي انت بتذاكره والنيورونز اللي مرتبطة بحاسة الشم الاتنين بيعملوا فايرنج ات ذا سيم تايم، فمذاكرتك للسبجكت ديت او اللي انت بتذاكره دلوقتي بيظبط اكتر في دماغك. فانت لما تيجي تدخل الامتحان علشان تقدر تجاوب على الامتحان ده، فانت بتستخدم نفس الريحة اللي انت اي كنت بتستخدمها وانت بتذاكر، فعشان تعمل تريجرنج للنيورونز ديت وتقدر تحل احسن. يعني انا عن نفسي هجرب كده في الامتحان الجاي ان شاء الله بتاع الماده ديت. ده فيجوال ريبريزنتيشن للنيورال نتورك. هنشوف هنا من الشمال لليمين، في عندنا هنا الانبوت لاير بتتكون من تو نيورونز، التيونرز ده فولي كونكتد with the next layer. احنا بنسمي اللاير ديت واللاير ديت هي هيدن لايرز، ونسمي اللاير ديت اللي فيها نيورون واحده بس هي الاوتبوت لاير. احنا بنسمي دول هيدن لايرز عشان هما ما ياخدوش دايركت انتر اكشن، سواء كان input او output او direct input او direct output. لا، هما بياخدوا ال input بتاعهم من ال input layer. ال input layer بتعمل passing لل data بتاعتها لل hidden layer الأولانية، بيحصل some kind of processing جوه ال neurons ديت، بتعمل firing كل ال neurons في ال hidden layer دي بتعمل firing لل adjacent لل layer اللي وراها، ال layer اللي وراها بتعمل برضو computation بتاعتها وبتعمل firing لسيجنال للاوتبوت لاير. فده فيجوال ريبريزنتيشن للماثيماتيكال موديل اللي اتحط للارتفيشال نيورون. فده سمبل ريبريزنتيشن ليها. بيبقى في جنرال فورم بيبقى في ان انبوت، كل انبوت انديكيتد ب اكس 1 اكس 2 لغايه اكس ان. ان انبوت لكل سينابس من دول لها ويت معين، والويت هنا بيمثل السترينث بتاع الكونكشن اللي ما بين النتورك ديت والنيورون اللي قبليها، ما بين النيورون ديت والنيورون اللي قبليها. النيورون اللي قبليها بتبتدي تجمع الانبوت مع الويت بتاع الكونكشن اللي موصل الانبوت ده، بتحسب سام سورت اوف ماثيماتيكال فانكشن. بعد كده النيورون ديت بتطلع الاوتبوت بتاعها. And for the sake of elaboration، خلينا نقول some notes بخصوص السلايد اللي فاتت. نعرفين ان كل نيورون بتاخد لها اكثر من input enumerated من x1 لغايه xn في general form. هو نفترض ان هما n input، كل input بيبقى associated with a certain weight، الweight بتاع السينابس او الconnection اللي هو ماشي فيها او لو دخل عن طريقها للنيورون. فعندنا n weights، النيورون ديت بيبقى ليها bias، النيورون ديت بتبقى ساعات منحازة ل experience معينة او منحازة ل certain decision، فبيبقى هنا في bias b. والنت انبوت بتاع النيورون ده احنا ممكن نحسبه عن طريق الايكويشن رقم واحد. بناخد الويت بتاع سيرتن كونكشن نضربها في الانبوت اللي داخل الكونكشن ديت، نجمع كل الفاليوز الان فاليوز اللي داخله، نطبق نفس الايكويشن ديت على كل الفاليوز نجمعهم، بعد كده نجمع عليهم البايز، وده احنا بنسميه النت انبوت. بعد كده نحسب الترانسفير فانكشن، الفانكشن اللي بتاخد النت انبوت ده طبق على الفانكشن ديت، وهو الواي اللي هو الاوتبوت بتاع الفانكشن بتاع النيورون النيورون ده. بس ايه هي طبيعه الترانسفير فانكشن ديت؟ مينلي وي هاف 3 كومن ترانسفير فانكشن، او الواحده هي هارد ليميت ترانسفير فانكشن، وهي الفانكشن اللي النت انبوت اللي داخل النيورون نتورك اللي احنا لسه حاسبين اللي هو الزد من شويه، لو كان اكبر من قيمة معينة desired threshold معين الفانكشن دي هتطلع واحد، otherwise فهي هتطلع زيرو. فعندها linear transfer function وهي linear function سيادتك بتاخد النت input بتعوض فيها. For example as depicted in equation number 4 sigma transfer function as depicted in equation 5 this is the most common transfer function used.
mainly we have two types of architectures in artificial neural network. أول واحدة هو الفيد فورورد نتورك، واللي فيها السيجنال بتفضل ماشية من اللاير بتاعة الانبوت لغاية ما توصل لللاير بتاعة الاوتبوت. ده في الكيس بتاعة المالتي لاير ارتفيشال نيورال نتورك. النوع التاني هو الفيد باك نتوركس، واللي فيها السيجنال بتمشي من اللاير بتاعة الانبوت لغاية اللاير بتاعة الاوتبوت، بعد كده بترجع تاني عشان تعمل اي ادابتيشن للويت لو في ايرور كبير بالنسبة للتارجت او الديزايرد وي اللي طالع من النيورال نتورك ديت. نفكر بعض ان البرسبترون هو ده الاستراكشر بتاعه، بس ازاي البرسبترون بيبتدي يعمل ادجاستنج للويتس؟ فين الليرنينج بروسيس في الموضوع؟ مبدئيا as depicted in equation number 6 واللي فيها الويت الجديد بيساوي الويت القديم ناقص الفرق ما بين ال desired output و ال actual value اللي طلعت مضروبة في ال input value اللي داخلة لل perceptron ده. For example خلينا نفترض ان احنا عندنا صورة 2x2، صورة فيها 4 pixels، وانا حابب اعمل categorization للصورة ديت. عايز اقول يا ترى الصورة ديت falls under certain category. اقول دي الصورة ديت هي اما black يا اما دارك يا اما برايت، فكل بيكسل في الصوره هتدخل على هو الانبوت للنيورون ديت. البيكسلز هي الانبوت للنيور ديت، فعندنا من x1 لغايه x4 4 بيكسلز فور انبوت. كل سينابس او كل كونكشن مع النيورون ديت لها الانيشال ويت 25%، بيدخل على البرسبترون بيحسب النت ويت، بعد كده بيطلع الديسيشن بتاعه يا اما بلس 1 لو كان برايت او ماينس 1 لو كان. بس المشكله هنا ان الروز بتاعه الليرنينج اللي ممكن تتطبق على البرسبترون ما ينفعش تتطبق على المالتي لاير نتورك، عشان كده احنا بنستخدم باك بروجيشن الجوريزمز عشان نطبق الليرنينج بروسيس. فاللي بيحصل هنا في المالتي لاير نتورك، ادي مجموعة ادي لاير اهي فيها شوية نيورونز، كل نيورون حسب النت انبوت بتاعه عملت فايرنج للاوتبوت، دخلته على الاوتبوت لاير اللي بتتكون من نيورون واحدة بس، حسبت النت انبوت، طبقت الفانكشن طلعت اوتبوت معين، اوتبوت معين ده طلع ليه نسبة ايرور ما، فالايرور ده اتعمل له بروباجيشن للنيورون لان كأنه رجع تاني للانبوت لاير في محاولة منه ان هو يعمل ريدكشن للايرور ده، والايرور ده ظهر اما طلع الفرق ما بين الديزايرد اوتبوت اللي المفروض ان انتوا تطلعوا والفاليو اللي اكشلي طلعت من النيورال نتورك ديت اكبر من قيمة معينة. فانا بحاول اعمل ريدكشن للايرور ده عن طريق الباك بروباجيشن الجوريثم. والويت تشينج رول، الرول اللي بيها ببتدي اعمل ادجاستنج للويز بتاعت السينابسز بتاعت البرسبترون هيك الاتي، ان الويت الجديد بيساوي الويت القديم زائد الالفا في الايرور في الديريتيف بتاع السيجمويد فانكشن، وفيها الالفا ديت هي عباره عن الليرنينج فاكتور. الايرور تاني هو الفرق ما بين الاكشوال داتا والتريند داتا، والاف داش هي ايه الديريتيف بتاع السيجمويد فانكشن. بس ازاي اقدر ابتدي ابني الارتفيشال نيورال نتورك بتاعتي؟ اول حاجه اعمل defining the problem in terms of neuron. انا البروبلم بتاعتي ديت اللي انا بحاول حلها ليها n input، فانا هعمل اللاير الانبوت لاير عباره عن m n neurons. البروبلم بتاعتي فيها m output، فعلى الاغلب هخلي النيورال نتورك بتاعتي ديت بتطلع m output. ابتدي اعمل representation لل represent the information as neurons. ده انا عندي التريننج سيت او تريننج داتا او الداتا بتاعتي عامه، المفروض اقسمها لحته امرن او جزء من الداتا ديت امرن عليه النتورك بتاعتي، وجزء تاني اعمل عليه تيستنج. الجزء اللي انا بمرن عليه الداتا ديت بما اني شغال supervised learning، فلازم يكون الداتا ديت الديسيشن بتاعها او الكاتيجورايزيشن بتاعها واضح، الديسيشن بتاعها واضح بالنسبه لي، انا عارف التارجت اوتبوت هيبقى عامل ازاي. والتست داتا نفس الموضوع،
بعد ما امرن النتورك بتاعتي ابتدي اعمل تيست ادي للنتورك الانبوت وانا عارف اصلا الديسيجن عامل ازاي بتاع الداتا ديت بتاع الانبوت ده واشوف هي هتطلع لي فعلا الداتا ديت ولا لا، طلع لي فعلا الديسيجن اللي اوريدي انا عارفه ولا لا. والمفروض بعد ما اجرب الداتا كلها ابتدي احسب الايرور، يا ترى التوتال ايرور ده acceptable بالنسبه لي ولا لا. لو هو acceptable خلاص يبقى انا كده عملت نيورال نتورك artificial نيورال نتورك as desired، otherwise فانا اغير ابتدي اغير في النيورال نتورك بتاعتي واعيد نفس الموضوع ده تاني. في الجزء ده ان شاء الله هنتكلم مع بعض عن decision trees. ايه هي decision trees؟ decision trees هي عبارة عن flow chart like tree structured، هي الداتا بتاعتنا structured as a tree واللي فيها ال internal nodes ديت هي ال attributes، ال branches ديت هي decisions اللي بتتاخد، وال leaves هي عبارة عن ال class distribution او ال class label. for example انا كان عندي الداتا بالمنظر ده، هي بعض الاسابيع في السنة او اسف بعض الايام في الشهر واللي فيها في اليوم الاولاني لو كان الجو صح في شمس ودرجة الحرارة عالية ورطوبة عالية بس الرياح ضعيفة فانا على الاغلب مش هطلع العب تنس. لو الاوتلوك كان overcast التمبريتشر hot humidity high and wind weak فعلى الاغلب هطلع العب تنس and so on and so forth. باخد الداتا ديت واعمل لها structuring in a tree بالمنظر ده، واللي فيها كل decision I make it المفروض بيوصلني في الاخر خالص للكلاس بتاعي او الديستريبيوشن بتاعي اللي انا عايز اوصله في الاخر. فانا بكل بساطة باخد الداتا ديت ببني على اساسها التري ديت او decision tree ديت. بس ازاي اقدر ابني decision tree ديت؟ هو الغرض الاساسي منها في الحقيقه ان انا اعمل ريدكشن للانتروبي، ان انا اقل ازود من مقدار الانسرتينيتي في السيستم بتاعي. ماشي، فازاي اقدر اعمل حاجه زي كده؟ بان انا مع كل ديسيجن انا اخده تزيد السيرتينيتي في الديسيجن كلاس اللي انا بحاول اوصل له. فبيبقى في حاجه اسمها الانفورميشن جين. انفورميشن جين هي الايكويشن as depicted in equation number 8. في اول حاجه عشان اقدر اطبق الايكويشن ديت على السيستم بتاعي او على التريننج اكزامبل اللي انا لسه شايفه على التيبل اللي انا لسه شايفه فوق، فاول ستيب ان انا هبتدي اجرب كل ديسيجن واشوف من كل ديسيجن ده انا اقدر اوصل للانفورميشن جين قد ايه. تاني كل ما يزيد الانفورميشن جين في التشويس ده كل ما يكون احسن. في اول ستيب ابتدي في البيلدينج ديسيجن تري هبتدي اجرب كل الاتريبيوتس واشوف الانفورميشن جين او المقدار بتاع الريدكشن في الانتروبي او المقدار بتاع الانكريز ان ديجري اوف اوف سيرتينيتي. فور اكزامبل انا هشوف الجين اما يكون صاني مع الهيوميديتي، الجين بتاع الصاني مع التمبريتشر، الجين مع الصاني مع الويندي، وهشوف ده الجين بتاع الصاني مع الهيوميديتي هي 97%، بس الصاني مع التمبريتشر كانت 57%، الصاني مع الويندي كانت 19 من 1000. فأوبيسلي أنا أختار الصاني مع الأي مع الهيوميديتي وابتدي أطبق نفس الروتين ده على بقية الفروع التانية وفي الآخر تطلع لي التري بالمنظر ده. فأنا اخترت هنا الصاني، اخترت مع الهيوميديتي، والهيوميديتي كان عندنا two values high فعلى decision هيطلع with 100% certainty هيطلع no. humidity اما تبقى the choice normal هتطلع اكيد yes. ال overcast مفيش اي values غير هي دايما بتبقى yes. في الريني في الرين لو هي windy هيبقى لو الwind دي هي strong هتبقى no. otherwise لو الwind تبقى weak هتبقى yes. يبقى ديت الفول تري بعد اما طبقت ال information gain at each branch من ال branches ديت. وكل اللي المفروض اعمله في الاخر ان انا ابتدي اخد التري ديت واحولها لمجموعه من الرولز. فور اكزامبل لو كان الاوتلوك هنا هو sunny and الهيوميديتي هي هاي على الاغلب then I will play tennis playing tennis مش هلعب تنس خالص. لو كان الاوتلوك هو sunny والهيوميديتي هي normal then I'll play tennis decision بتاع playing tennis will be yes.
and so on and so forth. في الجزء الثالث من الفيديو هنتكلم مع بعض عن الكلاسترينج والكلاسترينج اناليسيس. هو ماني الكلاستر هي عبارة عن ايه؟ هي عبارة ان انا ببتدي اجمع بجمع الاوبجكتس الموجودة عندي لي set of groups، وكل جروب من دول بيبقى الاوبجكتس اللي هي متجمعة فيهم هي فيهم degree of similarity، بيبقى هما similar in some way in some sense. انا بستخدم الكلاسترين تكنيكس ديت لو كانت البريديكشن كلاسز انا اوريدي مش عارفها ان ادفانس او هي مش ديفايند ابريوري. انا بستخدم الكلاسترين اناليسز لو في انسوبرفايزد ليرنينج، انا بيبقى عندي الداتا بس ما عنديش اوبفيوس ديسيجن على الداتا ديت، فابتدي اجمعها بناء على الديجري اوف سيميلاريتي. من هو في اكتر من كلاسترين الجوريثم، كلهم الالجوريثمات دي ممكن نعملها clustered based على their model. فعندنا centralized based algorithms، عندنا grade based algorithms، density based، distribution based and connectivity based algorithms. لكن واحدة من أشهرهم هو centralized based algorithms. For example, the LK means clustering. والalgorithm is carried as follows. أول حاجة ببتدي أحضر K non-empty subsets. أنا عايز أبتدي أقسم الداتا عندي ل K sets، فأنا ببتدي أحضر الأول K empty sets، بعد كده ببتدي أحدد نقط عشوائي، مجموعة centroids عشوائية، أبتدي أختار من الداتا ديت K من الداتا عشوائي منهم، وأبتدي أشوف iteratively أخد كل داتا من دول، أخد كل centroid من دول، وأبتدي أخد داتا تانية وأقيس مقدار السيميلاريتي ما بينهم. لو هما سيميلار جدا لبعض أبتدي أجمعهم في سيت لوحديهم، لو هما مش سيميلار أبتدي أدور على الأي على البوينت سيميلار لورا. ببتدي أطبق نفس الألجوريثم ده أكتر من مرة لغاية أما أجمع كل الداتا في كي نون إمتي سيتس. طب انا دلوقتي احنا دلوقتي شفنا variations ل learning algorithms، شفنا artificial neural networks، شفنا decision trees، شفنا clustering و clustering analysis. انا حابب دلوقتي اعمل measuring لل performance بتاع الكلاسفاير بتاعي. انا حابب اعرف يا ترى الكلاسفاير بتاعي ده حلو ولا وحش، يا ترى اقدر اشتغل بيه واطبقه في الابليكيشن بتاعي ولا لا. مين احنا عندنا حاجة اسمها confusion matrix. احنا قلنا من شوية ان في اي كلاسفاير انا ببتدي اقسم الداتا ل training data و testing data. هما الاثنين بيبقوا احنا عارفين الكلاس بتاعتهم، احنا عارفين السيت اوف اتريبيوتس ديت هتولد لك الديسيجن كلاس الفلاني وهكذا. فاحنا ممكن نقسم اللي بيطلع الاوتبوت بتاع الكلاسفاير كالاتي. اول حاجه ترو بوزيتيف، هو the number of positive instances that are classified as positive. هي فعلا الداتا فعلا كلاسيفايد بالكلاس الفلانيه والكلاسيفاير بتاعي طلعها بنفس الكلاس ديت، فهي ترو بوزيتيف. فولس بوزيتيف، ذا نمبر اوف نيجاتيف انستنسز ذات ار كلاسيفايد از بوزيتيف. هي داتا اوريدي الكلاسيفاير الداتا فعلا الكلاس بتاعتها حاجه بس الكلاسيفاير بتاعي بيطلعها حاجه ثانيه، بيقول ده هي اصلا نيجاتيف بس بيطلعها لي ايه الكلاس بتاعتها بتطلع بوزيتيف. عندنا الفولس نيجاتيف، ذا نمبر اوف بوزيتيف انستنسز ذات اكلاسيفاي ذات ار كلاسيفايد از نيجاتيف. هما بالفعل الفولس نيجاتيف ده هي اصلا بوزيتيف في الاكشوال داتا بس هي بريدكتد نيجاتيف بريدكتد اذروايز في الكلاسيفاير بتاعي. في عندنا ترو نيجاتيف اللي هما فعلا في الاكشوال داتا هي instances labeled as negative، هي فعلا negative والكلاسيفاير بتاعي طلعها negative. احنا عندنا هنا الداتا اللي فعلا classified as الكلاسيفاير طلعها فعلا as classified as labeled من البداية هي true positive و true negative. الfalse positive و الfalse negative ممكن نعتبره انه هو الايرور بتاعي في الكلاسيفاير. And for further elaboration and assertion, a false positive occurs when instances that should be classified as negative are classified as positive.
A false negative occurs when instances that should be classified as positive are classified as negative. And to sum things up, احنا مني غطينا four sections. كلمنا عن artificial neural networks, introduction, شفنا ال structure بتاع ال single artificial neuron, شفنا ال multi-layered artificial network تبقى عاملة ازاي, انواع ال learning, يا ترى هو feed forward ولا feed backward, neural network, شفنا ازاي نقدر نعمل building ل artificial neural network, شفنا decision trees, كلمنا introduction ازاي اقدر اعمل building ل decision trees ديت. فكرت البعض تاني ان الغرض الاساسي من decision trees ان انت تزود الانفورميشن جين, ان انت تقلل الانتروبي في السيستم بتاعك, او بمعنى اخر ان انت تزود degree of certainty في السيستم في الديسيشن بتاعك او الكلاس بتاعك في الاخر. فبتبتدي تختار الاتربيوتس بتاعتك ديت, وفي كل مره تختار فيها انت بتزود degree of certainty في الديسيشن كلاس بتاعك. كلاستر اناليسز, لو انا الداتا بتاعتي ديت ملهاش اي كلاسز خالص, ازاي استخدم او ازاي اقدر ابتدي اقسم الداتا ديت, فبستخدم clustering analysis و clustering algorithms, واحدة من اشهرهم هو decentralized based algorithms. وفي الاخر خالص اتكلمنا عن ال classifiers, ازاي اقدر اقيس ال performance بتاعهم, وقلنا ده في حاجة اسمها confusion matrix ومينلي فيها اربع categories. اتكلمنا على types of errors, مينلي هم اتنين, هو ال false positive و ال true negative. لو حد عنده اي اسئلة او في اي حاجة مش واضحة هكون اكتر من سعيد ان انا اجاوب على الاسئلة بتاعته.